بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: صوم مصوغ منه للتعجب أفعل للتفضيل وأبل الأب وما به إلى تعجب وصل لمانع به إلى التفضيل صل وأفعل التفضيل صل وأبدا تقديرا أولى الظنب من إن جرد وإن لمنكري يضف أو جرد ألزم تذكرا وأن يوحد وتلو الطبق وما لمعرفة وضيف ذو وجين عن ذي معرفة هذا إذا نويت معنى من وإن لم تنوي فهو طبق ما به قرن وإن تكن بتلو من مستفهما فلهما كن أبدا مقدما كمثل ممن أنت خير ولدا إخبار التقديم نزرا وردا ورفعه الظاهر نزرا ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبتا كلن ترى في الناس من رفيقي أولى به الفضل من الصديق رضي الله عنه. قال رحمه الله: أفعل التفضيل يدل في اللغة العربية على أن شيئين اشتركا في وصف وأن أحدهما فاق الآخر. لا يقال حاتم أكرم من مادر، حاتم غاية في الجود والكرم، نادر غاية في البخل، لا يقالها، لابد أن يكون الشيئان اشتركا في صفة وفاق أحدهما الآخر. تستطيع أن تقول عبد الله بن جعفر أكرم من حاتم، عبد الله بن جعفر بن عم النبي صلى الله عليه وسلم كان مشهورا بالجود. قال صوم مصوغ منه للتعجب مر بك ما يصاغ ما يفعل بالتعجب، وهو قول ابن مالك: وصوهما من ذي ثلاث صرف قبيل فضل تم غير ذي انتفاء الى اخرها. ما يصاغ المفعل في التعجب يصاغ المفعل في التفضيل. افعل في التعجب المقرر عند النحاة انه فعل، افعل في التفضيل اسم، افعل في التعجب منصوبه مفعول، وهذا منصوبه تمييز. تقول زيد اكثر من عمل عطاء، عطاء تمييز. صوم مصوغ منه للتعجب افعال وابل الذي ابي، ما ابي هنالك ابه هنا. لا يصاغ افعل في التفضيل من فعل ناقص نحو كان، ولا يصاغ من فعل جامد نحو عسى وليس ونعم وبئس، ولا يصاغ من فعل لا يتفاوت كفني ومات، ولا يصاغ من فعل مجاوز للثلاثه الا بطريقه كالاولى. اذا قلت استخرج تقول عمرو اكثر استخراجا، ولا يجوز ان تاتي بافعال التفضيل من استخرج، واضح؟ انطلق كذلك، ما مر بك هناك ياتي هنا، والشواذ هناك تاتي هناك كذلك. وابل الذوبي وما به الى تعجب وصل لمانع به الى التفضيل يصل، ائتي بافعال في التعجب بافعال في التفضيل من فعل مستكمل للشروط، واتي بالفعل مراد التعجب منه منصوبا مصدره، في مصدره منصوبا على انه تمييز. فتقول في استخرج زيد اكثر استخراجا، انطلق زيد اكثر انطلاقا، زيد اعظم انطلاقا. البساط اكثر حمرة من الكتاب مثلا، لان افعل اذا كان الوصف على وزن افعل لا يتعجب منه مباشره ولا يفضل عليه مباشره، واضح هذا؟ قال رحمه الله: وافعل التفضيل يصله ابدا تقديرا او لفظا بمن ان جرد. افعل التفضيل اذا جرد من ال والاضافه عليك أن تأتي بعده بمن جارة للمفضل عليه تقديرا أو لفظا. تقول زيد أكرم من عمرو، أكرم مجرد من الأول الإضافة، لابد أن يأتي بعده المفضل عليه مجرور بمن، واضح؟ وقد تحذف إذا دل عليها دليل. قال: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، خبر، أعز خبر. تأتي من محذوفة بعد أفعل التفضيل إذا كان خبرا يأتي أو كان حالا. وقد خلناك كالبدر أجملا، أجمل حال، أجمل من البدر، واضح؟ وكذلك إذا كان نعتا كقول أحيحة بن الجلاخ الصحابي رضي الله عنه قال: تروحي أجدر أن تقيلي، يخاطب ودية نخلة صغيرة يغرسها، يقول له: تروحي أجدر أن تقيلي، كان مزارعا، تروحي وتبوئي مكانا أجدر من غيره، حذف من الجار المفضل عليه. قوله وأفعال التفضيل يصله قد يفصل بينهما بمعمول أفعال التفضيل، كقول الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. بالمؤمنين معمول أفعال التفضيل، فصلت بين أفعال التفضيل ومن الجار المفضل عليه، واضح؟ ويفصل بينهما بلو مدخولها. قال الشاعر: ولفوك أطيب لو بذلت لنا
من ماء موهبة على خمر. الموهبة حفرة تكون في الصخر، إذا جاء عليه المطر يكون ماؤها لذيذا جدا، خاصة إذا أضافوا الخمر، نسأل الله العافية، أعوذ بالله مما يسخط ربنا. ولفوك أطيب لو بذلت أنا من ماء موهبة على خمر. أطيب ولفوك أطيب لو فصل بين أفعال التفضيل ومن الجار المفضل عليه بلو مدخولها، واضح؟ أنا أقول له أفعل التفضيل يصله أبدا تقديرا أو لغة بمن أنجرد، أنجرد من الإضافة، وإن لمنكر يضاف أو جرد أجزيمة الكرم وأن يوحد. إذا أضفته لنكرة أو جرته من الإضافة لا بد لك من شيء أن تلزمه الإفراد والتذكرة، تقول زيد أكرم من عمرو وهند أكرم من خديجة، لا تقول أكرمة تؤنث، واضح؟ وتقول الزيدان أكرم من العمرين، لا تقول أكرمان، والهندان أكرم من الفاطمتين، والزيدون أكرم من العمرين، يلتزم في الإفراد والتذكير. كذلك إذا أضفت إلى نكرة تقول هند أكرم امرأة، ولا تقول أكرمة، وتقول زيد أكرم رجل، والزيدان أكرم رجل، لا تقول أكرمان. إذن إذا أضيف بعد التفضيل نكرة أو جرد من ألو الإضافة لزمه شيئان الإفراد والذكر. هذا قولي وأفعال التوكل، وإن لمنكر يضاف أو جرد من الإضافة أجزم تذكرة وإن يوحدا وتلو طبق. إذا كان تاليا لأن فهو مطابق لما قبله، مبتدأ أو منعوتا تقول زيد الأفضل طابق، هند الفضل طابق، الزيدان الأفضلان طابق، ذكر وثنية الهندان الفضليان طابق، أنثى وثنية، واضح؟ الهندات الفضل أو الفضليات جمعته تكسيرا أو سلامة، واضح؟ وتقول الزيدون الأفضلون أو الأفضلون فقط، واضح؟ أنا قوله وتلو طبق، وما لمعرفة أضيف ذو وجهين، إذا أضفته إلى معرفة لك في وجهان، لك وجهان، إما أن يطابق أو لا يطابق. قال تعالى بصرى رجيم: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، لم يطابق، قال أحرص لم يقل أحارص، واجتمعتا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي، لم يطابق، لم يقل أحاببكم، إن أحبكم أحاسنكم طابق، إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا، واضح؟ قال: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، فريقا أكابر طابق. إذا أفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة فأنت بالخيار. قال بعضهم: الأفضل عدم المطابقة وهو الأصل، واضح؟ أنا أقول وتلو الأرض، وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة، هذا إذا نويت معنى من، إذا كنت تعني التفضيل، لأن أفعل التفضيل قد لا يستخدم للتفضيل، قد يأتي لغير التفضيل. قال: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، هو يريد أنه لم يكن عاجلا أصلا، هو لو كان عاجلا قليلا لكن لا يكون في ذلك مدح. قال تعالى: الله أعلم حيث دعي رسالتي، ربكم أعلم بكم، لم نشارك أصلا في العلم، علمنا قاصر وعلمه شامل. إذا فعل التفضيل هنا لا يراد به التفضيل حقيقة، واضح؟ قال: إذا كان لا يراد به التفضيل لا بد أن يطابق، كقولهم الناقص والأشج أعدل بني مروان، هذا مثال صاره نحويون في زمن العباسيين، وهم وبينهم وبين الأمويين ما لا يخفى. كان يقول الناقص الذي نقص أرزاق الجند، أحد خلفائهم بعد عمر بن عبد نقص أرزاق الجند، قالوا كان عادلا، وعمر بن عبد لا يخفى كانت في شجة سقط من بغلة أو من فرس وصارت في شجة، يقال الناقص والأشج أعدل بني مروان، يقصد عادلهم. قال: لأنه لم يشارك في العدالة أحد حتى يفضل عليه، فهمت معناه؟ أنا قوله وهذا وإن لم تنوي فهو طبق ما به قرن. الأصل أن المفضل عليه يأتي بعد أفعال التفضيل مجرورا بمن، لكن إذا كان أفعل التفضيل اسم استفهام، اسم استفهام له الصدارة تقدمه، تقول كمثل ممن أنت خير. انتقد ابن مالك في هذا، قالوا فصل بين من الجارة المفضل عليه وبين أفعال التفضيل بأجنبي وهو أنت، قال يقول أنت ممن أفضل، أنت ممن خير، أنت ممن خير، لأن ممن مربوطة بخير دخل بينهما أنت. قال: كان عليه لا يفعل هذا لعله ضرورة شرعية، أو ابن مالك ذهب رحمه الله تعالى ولا يستطيع أن يرد عن نفسه.
لاحظوا عليه. قال كمثلي ممن انت خير، كانوا قالوا كان علي يقول كمثلي انت ممن خير. فانت تقول انت من غلامي من افضل، انت من غلامي من قدمت من جار المفضل الى افعال التفضيل، والاصل انها بمثابه الصله، والصله لا تقدم على الموصول. واضحه؟ لم تضاف الى اسم سميت بعد اسم سميت. اين جالس سؤال؟ ممن انت خير؟ انت ممن خير؟ ها؟ غلامي. السؤال الاخر قلت لك انت من غلامي من؟ غلام اكتسب الصداره باضافته الى اسم السلام. واضحه؟ تقول في اللغه العربيه غلام زيد غلام زيد في الدار، تستطيع ان تقول في الدار غلام زيد، لكن لو قلت غلام من في الدار لا بد ان تقدمها، لان مضافه الى اسم استفهام يكسبه الصداره. انت كمثل ممن انت خير، ولدى اخبار للتقديم ونزله، اذا كان في الصيغه الخبريه تقديم من جار المفضل عليه على افعال التفضيل قليل. مثال ذلك قال اذا سايرت اسماء يوما ضعينه فاسماء من تلك الضعينة أملح، كان يقول فأسماء أملح من تلك الضعينة، من جرت غير اسم استفهام، وما يتقدم هذا قليل. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.